عيدكم زين نهار اليوم مبروك عيدكم. على صوت زغاريد والأغاني نقول لكم صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام في صباحة أول أيام عيد الأضحى المبارك. صح عيدكم لكل الجزائريين، صح عيد كل الأمة الإسلامية جمعاء، يا رب يتعود علينا بالخير واليمن والبركات علينا وعلى كاع المؤمنين. نقولوا صح عيدكم لكل الحجاج الأعزاء. احنا اليوم معنا ضيوف راح نستقبلوهم، راح نتكلموا على عدة مواضيع خاصة بعيد الأضحى المبارك. ونقول لكم نخلوكم مع هذا الفاصل الغنائي من أغنية عبد الكريم دالي إبراهيم الخليل، ثم نعود. بنادم اليوم يزور أهله، بنادم اليوم يزور أهله، بالفرح والهنا يكمل له، بالفرح والهنا يكمل له، يطلب ربنا يغفر له إلا هو يدوم، وعلى النبي الشفيع نصلوا في نهار اليوم. زينوا نهار اليوم صحة عيد، سعد من يفرح ليتيم، سعد من يفرح ليتيم، رضى عليها ربي الكريم، رضى عليها ربي الكريم، يكون لها أجر عظيم في نهار اليوم، غدا عند الله الرحيم يكون مرحوم. سيروا نهار اليوم هاد العيد علينا، وهاد العيد علينا، وعلى ناس قسنطينة، وعلى ناس قسنطينة، يا أصحاب بجاي الزينة وصحة عيدكم، زهيتوا اليوم وزهينا بالحباب كلهم، مزينوا نهار اليوم صحة عيدكم، مزينوا نهار اليوم. مبروك عيدكم أم زيان، مبروك عيدكم أم زيان، أحبابي ناس تلمسان، أحبابي ناس تلمسان، يا ولاد الجدار يا شجعان صحا عيدكم، تعيشوا دايم في الأمان جميع كلكم. زينوا نهار اليوم صحا عيدكم، زينوا نهار اليوم.
شباب مبروك عيدكم يا شباب يا ناس وهرن يا الصحاب يا ناس وهرن يا الصحاب تفرحوا شايب وشباب صحا عيدكم تكونوا كل عام بالحباب تزهوا كل يوم زينوا نهار اليوم صحا عيدكم بالهمة مبروك عيدكم بالهمة عليكم يا ناس العاصمة يا ناس العاصمة جزائر تفرح ديما وصحا عيدكم كنها عروسة بتبسيمة غالية في السوم زينوا نهار اليوم صحا عيدكم عيد الأهل الصحراء مبروك عيد الأهل الصحراء يا شجعان أصحاب النعراء يا شجعان أصحاب النعراء موالين النخل والتمرة صحا عيدكم البترول والغاز في الصحراء كل خير عندكم زينوا نهار اليوم صحا عيدكم مشاهدنا الكرام صحة عيدكم مرة أخرى في صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك كنت مع أغنية عبد الكريم دالي لإبراهيم الخليل إن شاء الله كنتوا استمتعتوا بها والصحة عيدكم مرة أخرى اليوم حاضر معي ضيوف هم ليسوا بضيوف هم أفراد عائلة المقام معنا عمار إسماعيلي مقدم نشرة الأخبار الرئيسية لتلفزيون المقام صحة عيدك عمار وصباح الخير صحة عيدك زهرة صحة عيدك نادية وكذلك ليلى صحة عيد كل الشعب الجزائري 4 مليون في الداخل وفي الخارج وصحة عيد كل الأمة الإسلامية حاضرة معي أيضا حتكون معكم منشطة جديدة لأحلى مساء بحلة الجديدة أيضا نادية صحة عيدك وصباح الخير صباح الخير لك وصباح الخير للحاضرين معنا وصحة عيدكم وكل عام لك شكرا للاستضافة حاضرة معي أيضا مقدمة جديدة أيضا يعني عندنا غير الجديد إن شاء الله في هذا الموسم للمقام لتلفزيون المقام مقدمة جديدة لمسك المقام هي ليلى صحة عيدك ليلى وصباح الخير وكل عام وانت بألف خير إن شاء الله وصحة عيد ماشي نقول زملائي نقول إخوتي لأن عائلة وحدة يعني رانا عائلة وحدة مادامنا جوزنا العيد الكبير اللي نورمالمون نجوزوه مع عائلتنا خليناهم وجينا جوزناهم مع إخوتنا لهنايا الحمد لله نقول لكم صحة عيدكم وصحة عيدكم مشاهدينا الكرام وكل عائلتي شكرا صحة عيد كل الجزائريين وصحة عيد عائلات زملائي ونقولهم صحة عيدكم وكل عام وانتم بألف خير يا رب ويحفظ لكم إن شاء الله أبنائكم وبناتكم وإن شاء الله يا رب نعود عليكم وعلينا بالصحة واليمن والبركات إذا اخترنا احنا اليوم نعيدوا مع المشاهدين ديالنا خلينا العائلات خلينا الأقارب خلينا الأهل وخيرنا العادات والتقاليد نعم تانا. نعم اكزاكتومون وخيرنا حاضرين باللباس يعني باللباس التقليدي اكيد
رانا كل تقاليد الجزائر يمثل كلنا رانا باللي بس التقليدي عمار ما حبش يخرج من العادات تاعو عمار يعني تولتون بالكوستيم فوالا انا قلت بالك دوك يرخي شويه الاعصاب ويضحك معانا كيما العاده في الكواليس لكن هو غير تبدا الكاميرا خلاص بيتي حبيبي يبقى في البيتي نا نا والله والو شغل توجور يزير وجهه هكذا طبيعته هكذا ما يقدرش يجيب القندوراكم نعم يعني حاضر معكم صح عقلي راه مع الاخبار على بالنا بكل صراحه انا عباد قلبي راه مع الكبش مع الدواره مع هذوك الصوالح ما نكذبش عليك يعني خلينا اول عيد جوزت وخارج درنا وانا ما نبانش بلي زعما نخدم الشغل وندير لا تباني الله يبارك فيك انا والله والو والله العظيم غير يشوف لي يشوف الهيئه تاعي يقول هذه ما عندهاش علاقه مع الكوزينه ما عندها على والو بصح والله العظيم غير توحشت هذاك الزليف هذيك الدواره توحشت هذيك العادات باسكو حنا شغل الدار عائله كبيره نديروا شغل حنا جيران مازال فينا هذيك تاع بكري شغل نحطوا كامل الجيران ذبحوا كيف كيف نديروا كيف كيف فوالا هكذاك ماشي ما مازالش كيما شغل البنيان القديم هذاك اللي كان كاين بكري مي دوكا شغل مازالت عندنا هذيك الالفه مالغري جيراننا ماهمش جزائريين هما سوريين مي عندنا شغل تربينا معاهم وكبرنا معاهم يعني دو عاداتنا ترابط بين اكيد الجيران. اكيد والله يعني وكان زعما تسمح لنا يسمح لنا الوقت ويكتب ربي المكتوب ونقعدوا العام الجاي ان شاء الله في هذا الوقت نديكم تزوروا دارنا ان شاء الله وتشوفوا القعده تاع العيد ان شاء الله معنا وفي وسط العائله ان شاء الله. على ذكر الكباش وذكرتي على الذبح والكباش يعني دوكا احنا نحكيو شويه على الذبح على ذبح الاضحيه أكيد. على كيفاش نذبحوها وين نذبحوها الوغ احنا موضوعنا في ذبح الكباش عمار رحنا جولنا في شوارع العاصمه سقسيناهم وين يذبحوا الاضحيه يعني وين يذبحوها واسكو في الباتوار في المذابح او في البيوت احنا نروحوا نشوفوا صبر اراء المواطنين ثم نعود مشاهدينا الكرام نو نذبحوا في الدار وي بيان سور تلاقاو كاع لا فامي تو دونك بان صباح نوضوا كاع نحو مون بير يروح الجامع يصلي ومن بعد يبداو بون موا جي في تو لي دو كا حنايا شاكاني نذبحوا عندنا في الدار انا عمي تما نعيدوا في الدار نحسوا بالريحه تاع العيد تو مع لي زونفون دراري لي فوتو كلشي يحسوا بالعيد بيان سي انا نورمالمون في الدار اون برانسيب في الدار هيروزمون اللمه تاع العائله والناس والعائله سورتو العائله سورتو كي يكون واحد عائله سورتو عائله صغيره ولا كبيره مهما كانت صيفتها لازم العياله في الدار لازم ريحه الكبش في الدار. عدنا مشاهدنا الكرام وكما شفتوا معنا عمار ناديه وليلى شفنا الجزائريين معظم الجزائريين يفضلوا ذبح الاضحيات في البيت يقول لك عجل الامبيونس هذيك وبنت العيد وريحه الكبش يعني وتكون اطفال على البيت وتكون الاطفال حاضرين فيها ندوروا لك عمار وقلنا ذبح الاضحيه يعني وين تذبحوا الاضحيه وتقاليدكم في ذبح الاضحيه اسكو في الدار اسكو في المذابح. الحمد لله لحد الان يعني لحد الان دائما الذبحه يكون في الدار دائما بفضل الله ثم الوالد ربي يطول في عمره ربي يطول في عمره ان شاء الله نشهدوا تحيه ونقول صحه عيدك والد عمار ودائما هو اللي يقوم بالذبح بكل صراحه احتراما للوالد والتقاليد متعارف عليها يعني تذبحوا في البيت طبعا يعني للتقاليد والبنه تاع العيد سواء العرف ولا الدين الوالد يصبح صايم يروحوا نصلوا ما غير نجوا من صلاه عيد الاضحى مباشره نبداو عمليه الذبح في عمليه الذبح والسلخ ما يعني وانتم البنات تذبحوا في الدار ولا تذبحوا في احنا اللي يقوم المهمه هو نهني لكم الدواره وي صح لا لو بلاغر عندها شاغم واحد اخر لا احنا ما هذيك التمرميده كاع انا هايله معليش فوالا كما قلت لك زميلتي زهراء عمليه الذبح يقوم بها كالعاده ككل سنه الجد احنا في البيت ربي يطولوا في عمره ان شاء الله لكن كل عائله وكيفاش يعني كاين الاب كاين الاخ كاين ولكن احنا احتراما وتقديرا للشخص الاكبر اللي في العائله فنوجهوا له هو هذه المهمه وحنا نقوموا بلا سويت تاع العمليه احنا اللي
صرخوا وما غير ذلك. وليلى انتم ايضا تذبحوا في البيت يعني؟ اكيد انا الاب تاعي متوفي ربي يرحمه ويرضى عليه. احنا من عادتنا انه نذبحوا في البيت كما قلت لك، وحنا شغل عائله واحده، مام احنا جيران بصح احنا عائله واحده تقدري تقولي، باسكو احنا كاين جيرانا قلت لك سوريين. الله نبلغ لهم السلام ونقول لهم صحه عيدكم سوريا بمناسبه العيد. اي يسلمك تعيش. نوجه لهم تحيه لاهل سوريا. اكيد اكيد والله من القلب، لانهم ما ماشي قلت لك انا فلسطين لكل الدول العربيه يعني. ان شاء الله يا ربي يعم السلام في كل وطن وكل البلدان كذلك. ان شاء الله ان شاء الله. قلت لك احنا عندنا في عادتنا انه نلايمو كامل الكباش تاع الجيران وندبحوا كامل كيف كيف، نشوطوا كيف كيف، نديروا الخرج ولا يتخلطوا فوالا ما يتخلطوش. والله ما يتخلطوا كل واحد وكبشو، بصح نتعاونوا اكيد لازم نتعاونوا لانه باش تكون هذيك الامبيونس فوالا. لازم الامبيونس تاع العيد هكذاك. شغل كاين واحد المقوله يقول لك لا ما يلزمش تعلم اطفالك يشوفوا الدم. لا احنا الجزائريين نعلمهم العنف من الصغر. يشوفوا الذبح، يحضروا كل المراسم والاطفال ثاني ولاو شغل يسناوا العيد الكبير مام يكون عندهم سن تاعهم صغير. انا عندي شوشو هديه بنت اخي نقولها صحه عيدك، ربي يخليها لك ان شاء الله. ربي يسلمك صحه عيدك. عنده طبع خاص، هي تخاف لكن تقول لنا بابا العياده، بابا جيب لنا الكبش ومنا، باسكو عنده شغل واحد اخر يكذب عليك. ان شاء الله يا ربي يخليكم فرحة خاصة يعني. أكيد أكيد فرحة أخرى فرحة أكيد يعني. مام شغل كي تكون واقفة الأم والعائلة، هو يوم واحد نتلايمو كامل فيه في العائلة ناخذوا هذاك اليوم، لكن اليوم الله غالب ما رانيش معاهم. نقول لهم صحة عيدكم ونخليكم وحدكم في هذيك الدوارة في كلش، وأنا ما رانيش شغل قلبي راهو تمات. أي تسناك العشية ولا غدا؟ على بالي أنا بالي. الحمد لله الحمد لله على كل حال. أكيد أكيد بحكم العمل تاعنا أكيد هذا هو اللي يحب الصحافة، هذه هي الصحافة بكل صراحة. أكيد أكيد الحمد لله حتى أنه السيد المدير السيد بكي بن عامر قولوا له صحة عيدك كذلك. صحة عيدك صحة عيدك. أكيد هو لي كامل تحته يعني على بالي على بالي. بصح كنا حابين نحضروا كلش الذبحة، أنا ما نكذبش عليك. زهرة كذلك تحية خاصة 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 ذكريني سهام سهل راح تقوم. سهام سهل تحية ليك. لكن مسكينة لي كامل لي كامل هي خدامة. عقيلة حشاني سمية بن زديرة مصطفى اللي راهم غائبين كذلك، اللي راهم وراء وراء الكواليس كذلك. المخرجون الكاميرامان اللي راهم قابلين كذلك نوجه لهم تحية لهم لكل التقنيين. تحية لهم خاصة زكي وخالد. زكي وخالد وفارس وحكيم. لماذا تكرههم كره شديد؟ عبيد وكل التقنيين ويحبهم يعني على العكس تلفزيون المقام. اذا عمار قلنا فقط تقاليدكم في ولايتك، تقاليد الاكل، واش تاكلوا بروميي جور، واش تاكلوا دوزيام جور، كيفاش يكون كيفاش يكون البلا ديالكم يعني الطبق ديالكم في النهار الاول لعيد الاضحى. والله بصراحه كي ذكرتي يعني كل ولايات نعم انا تخلطت عليا شويه بكل صراحه بحكم اني طفوله نتاعي في ولايه المديه حاليا نسكن في دواوده ولايه تيبازا الحمد لله تسمى. ولكن بكل صراحه انا نشوف بلي ما كاش اختلاف بزاف في التقاليد نتاعنا في كل يعني التراب الوطني بكل صراحه. ما كاش اختلاف بزاف كما قلت لك نقوم بعمليه الذبح. الفطور راح يكون شلايض مع الكبده وفي الليل عندنا البوزلوف عادي جدا كما يعني. كل الجزائريين كما كل الجزائريين كما كل الجزائريين يعني. عمار رانا طولنا عليك وقيل وراك بكل صراحة أنا حاضر معك وعقلي راه مع الأخبار. راك مع الأخبار راه عقله مع الأخبار لأنه لازم يوجد لنا الأخبار باش نشوفها في التلفزيون المقام. ألوغ عمار راح واش نقولوا لك؟ نقول نخلوك تروح يعني احنا مازلنا حابين قلبنا معاه أكيد تقعد معنا. أنا نادرا ما يشوفوه المشاهدين على هذا الحالة. أنا أشوف عند راني ننتهز في الفرصة باش يشوفوا أنك أنت ماشي بزاف هكاك شغل. ليلى ليلى نعم لا هذه صوته الحقيقية مام هو يعني لا هو كامل بس هذه صوته الحقيقية أكيد بصح احترامي جدا يعني. لا فوالا هذه النقطة اللي كنت نحوس عليها لكن طبعا حبيت تكون خارج الرسميات. أنا واش تعلمنا الأخبار خاصة الوطنية يعني فيها بزاف شتى المجالات السياسة الامور الاجتماعيه الاقتصاديه تتطلب كاريزما. كاين فرق كبير بين انك تقدم اخبار رياضيه واخبار سياسيه وتكون تقدم حصه اقتصاديه. اكيد في اختلاف يعني انا ما رانيش نهاجم فيه
ولكن هو شخصيته هكا بطبعها. لا ماشي حرب بارده، الموده والحب بيناتنا احنا، احنا رانا اخوه عائله واحده. يعني هو طبعه هكذا حتى بعيد اكيد عن انا عبد حبيت نوصل حاجه للمشاهدين انه هو طبيعته هكذا ماشي نحبوه يخرج عن الرسميات، لكن كما يقول لك الطابع غالب. شوفي شوفي ناهيك عن العرف والدين بكل صراحه، وكاين بزاف من الجمهور كنت اونسي اتليت الله يبارك يعني العاب القوى خصوصا يعني تحديدا ناهيك عن الرياضه بصفه عامه تعطيك هذيك يعني الانسان يولي كالم ما يتقلقش. هذاك النفس يولي كالم ديجا عمار اعطينا شويه لانهم ينادوني مجنونة المقام مجنونة المقام كل يوم يجيهم فكرة. اما عمار هو ليس بمجنون المقام، هو الكالم تاع المقام الرزين، هو الرزين كي تقول له عمار شوف لي بالعقل دوك انا نقول انا ثاني نقول له توترت اعصابي بعقلك يعلمك الهدوء. لا لا ما قدرت ما على, على, على اساس امور تافهه ولا فهمتي صح صح الانسان دائما تكون عنده في راسه يكبر عقله بالبساطه ان شاء الله. بعد النظر نتمنى له انسان متعلم وهو محبوب. احنا شغل نركزوا على النقطه انه هو زعما سيريو بزاف، احنا نركزوا له على هذيك النقطه. حمار ضحك شويه رخي وجهك شويه علاش جبتها موراك اليوم؟ لا يصلح لا 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 يعرفوني باللي انا يا نعزو بزاف هو صديقي من غير الكاميرا كالم هادئه يعني غير الكاميرا تزيد لك حنا العكس العكس موهبه الحضور والتمرد غير الكاميرا مانيش عارفه مع اللون الاحمر تاع الشعر لون النار. سمحي لي فقط ليلى انا نقول لعمار ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله يا رب. تبارك ونعطوا لك كلمه اخيره عفوا قبل ما تروح لنا الاخبار. والله بعيد عن الرسميات كما ذكرت ليلى اريد ان اغتنم الفرصه ان اوجه التحيه خاصه الى والدي الذي عوضني حاليا. ربي يخليه لك ان شاء الله، ربي يخليه لك تحيه ليه صح عيدك تحيه ليه تحيه خاصه اللي ضحى بامور كثيره من اجل ربي يخليه لك عمار ان شاء الله كما ضحى عليك تضحي على وليدك ان شاء الله اولادك ان شاء الله بلو تايا رجعوا له الخير. انت سكوب برك اسمح لي فقط نقطعك انت سكوب يعني وقيل هناك معجبات عفوا وراء الشاشه عم يسقسوا اسكو عمار متزوج ام غير متزوج. مازال ربي سبحانه مازال ما كتبش ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب عن قريب ان شاء الله نفرحوا بك ان شاء الله يا رب. ولا غير امنيتي نفرح بك انك تعرضها تغني لك بحكي عن ان شاء الله يا رب تلقاها. انا نحب نزوج ونتهناو منه. لا 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 اكيد اكيد شوفي بكل صراحه اذا عمت خفت اعطيكم معلومه ماشي باهم بريزيكم والله 19 مليون يعني من كلا الطرفين نصف سكان الجزائر يعني اذا عمت خفت يعني الحمد لله على كل حال ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله نتمنى لك كل خير. حبيت ان اوجه تحيه نغتنم الفرصه لعمي الحواس معلم القران يا ربي ان شاء الله يطول في عمره قارب ال 80 محمد سلمي مكتشف في العاب القوى عبد الرحمن بن حمامه في الانشاد كذلك تحيه خاصه لفرقه الاقصى بالجراح وفرقه اشواق في بشار كذلك ان شاء الله نقولهم صحه عيدكم محمد جمال بغدادي في العاب القوى صحه عيدكم. ودائما نقول هالكلمات قبل الختام مفادها نوجهها للجمهور دائما الانسان يقول احمد الله الذي بدا بالاحسان واحسن خلق الانسان واختصه بنطق اللسان وفضيله البيان وجعل له من العقل الفصيح والكلام الصحيح سنه عامه وراء شخصه ومحمدا منبي اخباره وخاتم انبيائه عليه الصلاه والسلام. يعطيك الصحه عمار على هذه الكلمات الجميلة كما عودتنا كل يوم تقولنا كل جميل وتهدر لنا كل جميل. مشاهدنا الكرام عمار عنده كلامه جدا جميل نقول لك يعطيك الصحة على حضورك وخليت الأخبار وخليت خليت تحرير الأخبار وجيت قعدت معنا معليش شوية برك ديناك وخطفناك. نقولوا لسمية بن زيرة وحابط عمار نقولوا العقيلة ونقولوا الصغامي شانتيلا وحابط لكم عمار ما تتقلقوش صحة عيدكم راني غير قدامكم ونقول لكم صحة عيدكم في قاعة التحرير. عمار نحن نخلوك الله يسلمك بعد الفاصل ونواصل. شكرا عمار شكرا. أما نحن مشاهدينا راح نكملوا في تقاليد الأكل زميلاتي وعلى ذكر الأكل وتقاليده ومعنا اليوم شيف كوزينتنا شيف كوزينة اللي راكم تشوفوا فيها على تلفزيون المقام في الشبكة البرامجية الجديدة شيف كوزينتنا إسلامي تفضل مشكور وصحة عيدك إسلام وصباح الخير مرحبا بك تفضل. صباح النور. صباح النور إسلام عيدكم مبارك. عيدكم مبارك كل عام شكرا الله
يحفظك. انا ثاني حبيت نعيدكم ونقول لكم صحه عيدكم وصحه عيد اعزائنا المشاهدين وعائلتي خاصه. يعني خليت عائلتك في هذا النهار اليوم نحس روحي محظوظ لانني يعني في وسط ثلاث وردات تاع الله يسلمك. شكرا شكرا بك بك يعني شرف كبير ان شاء الله. شكرا شكرا اسلام. احنا رانا حنحكيو شويه على تقاليد الاكل، على واش يطبخوا غالب ولايات الجزائر من اكلات في عيد الاضحى المبارك. يعني انت كشاف راك متطلع على الاطباق وعلى الاكلات، واش تقدر تقول لنا واش هل هناك اختلاف في الاكلات بين الولايات او لا يوجد؟ يعني كل الولايات يطبخوا هو اكيد في اختلاف بين كل ولايه وولايه حسب تجربتي انايا وحسب لانه الوالد من القليعه والام من البليده صافي كاين اختلاف وكاين اختلاف في لي بلا. يعني القليعه والبليده معروفين بطبع والشان، معروفين بالقعده الله الله، ومعروفين بالمواكل يعني معروفين القليعيين واش يديروا نهار العيد والبليديين كذلك. رغم انا من نفس المنطقه رغم راكم من نفس المنطقه يعني راكم ثلاثه هنا اللي برا نفس السفاره ضيفتنا اليوم. الله يسلمك ضيفتنا في ولايتنا. شكرا اني ضيفتكم مالقا الجو. اذا قل لي فقط في واش تطبخوا في النهار الاول من عيد الاضحى المبارك وفي اليوم الثاني؟ كيما حنا في مدينه القليعه معروفين يعني يامات الساعة الأولى تاع العيد نوليو مسرة العيد نضحيو الأضحية، يضحيها الوالد، كان يضحيها الجد الله يرحمه. الله يرحمه ويسعد عليه. ويضحيها الوالد. آمين إن شاء الله يا رب العالمين. وموراها يعني أول طبق في المائدة هو كبدة تاع الكبش تاع العيد. يعني الكبدة وفي العشية. حتى العشية هذيك الأم تكون حضرت العصبان وحضرت الزليم. هي كثير من الاحيان نديروا زليف مشهور في قليعه فيه وزليف ولا والدواره يعني نديروها والدواره ديما نخليوها دوزيام جور ولا تروازيام جور باش تستبنوها يعني باش تكون البيس تاعها بيان تكون تماينات مليح وتخبات اكي يعني عارفه بشويه بشويه معليش باش هذاك لوغو يقعد لكم طيله العام يعني دواره العيد. اذا اعطينا خبر يعني ماشي خبر حصري وقال يعرفك مشاهدينا الكرام أكيد. في شيف كوزينا. شيف كوزينا اسك انت اللي تطبخ في العيد الاضحى المبارك ولا ما تطبخ؟ هو قبل ما ندخل في التخصص تاعي ونقرا الطبخ كنت نعاون الام باسكو انا هذا هو السؤال اللي كنت راح نطرحه لك الا تعاون الام ولا لا لا يعاونها سيغمون باسكو علاه كامل رجال العائله يساهموا مم اذا ما داروا زعما الدواره هذيك ولا خدمه طويله هذيك يخدموا يديروا باللي فوالا فوالا يلحقوا لنا الدواره وبالتالي ما يقدرش ما يديرش اللمسه تاعو في العيد متخصص يعني لازم يدير هذيك اللمسه الاكل ديالو مشاهدينا الكرام من لا يعلى عليه. انا ذقناه ديجا اللي ذقناه راكم هذه كي يكون داخل قالت لي الشخص المفضل اللي نحبه بيوت علاقه ديالك والله ما تصورش العيد قالت لي قبل البطن الصحيح قالت لي ولا قالت لي يعني احنا مشاهدينا الكرام كنجوعوا في المقام نروحوا اسلام ونراه اسلام ونراه لازم اسلام يمد لنا اكله طيبه يعني من اناميلو أنا شخصيا يشرفني نطيب شرف لينا اخت خياتي الله يشرفك شرف كبير نكونوا نتقاسموا ماشي غير العمل شكرا. الاكل تاعنا والشرب تاعنا في كلش في جميع يعني ما يقولوا خبز وملح كيما قلت لك المصريين باش تكون اخوه ان شاء الله شامله اخوه ان شاء الله ربي يخلينا ان شاء الله من الملمومين عفوا ان شاء الله يا رب واخوه يا رب. سقسيتيني قلتي لي تعاون الام الام نعاونها باسكو انا طفل واحد عند امي الله يبارك مع اختي صغيره الله يبارك الله يسلمك نحييها بمناسبه صحة عيد اسلام صحة عيدك اسلام مبروك لها الباك يعني مبروك عليها مبروك عليك الباك مبروك عليك انت محظوظه اخت اسلام انت محظوظه ايضا ام اسلام يعني عندك ابن الله يبارك
يعاونك اوسي في المطبخ اللي ما سا اكزيست با دوكا كذلك انتم ما نعاود نعمد لكم ان شاء الله نعرضك في قمه الاخلاق وقمه التربيه نعرضك ان شاء الله نعرضك على الله طيب لي المعامله والصداقيه شكرا انا قلت لهم راح نتبناها بكل صراحه شكرا راح نتبناه ويجي يعيش عندي شكرا دايما نقول له الايمان والله هذه عندك نور زميلتي الاعزاء احنا نروحوا نشوفوا لي سونور يعني صبر الاراء لبعض المواطنين الجزائريين فيما يخص تقاليد الاكل ثم نعود مشاهدينا الكرام يبقوا معنا وصحتكم مره اخرى بين عصبان يشوي ولي فخيت لي سالاد ايتو دوزيام جور كيف كيف كبدا لو طون لي ذبحوا الكبش كاع يخرجوه العصبان كوب تو لي زالجيال الكسكس بالفورشتا بالدجاج اون سيغيني اون فامي ان بو دو فيوند بيان سور المشوي شويه سلطه تو سا الانسان يروح لها بالعقل باش بيان سور نقدروا نقولوا باغ اكزومبل كاش دواره ولا بوزلوف مع الحشيه التقاليد ديالكم صباح نديروا كبده غرنوق هذوك نشوا العشيه دواره حنا لو بروميي جور براتيكمون بون باسكو اون اي دو كوتي كابيل دونك يبارك فيك حنا توجور سي لو هذاك كاش يقولوا له الطرشي والفريت واللحم هذاك بيسك اللحم جديد اوتوماتيكمون هذا واش ناكلو بعد بار لا سويت لو دوزيام جور سي الطعام بالصوالحو فوالا عدنا مشاهدنا الكرام كما شفتوا معظم الجزائريين والجزائريات يقول لك دائما بروميي جور نطبخوا كبده مع الصباح ومع العشيه نديروا بوز اللوف ودواره ودوزيام جور نديروا المشوي الوغ حنا نقول لهم نروحوا نشوفوا ليلى وناديه واش يطبخوا بروميي جور واش يطبخوا دوزيام جور ناديه نبداو بك بون البروميي جور نبداو على بالك ليلى بيان سور تحيه لهم وتحيه لكل سكان ولايه تحيه لصحه عيدكم صحه عيد الاسره الكريمه ايضا باش ندخلوا في الموضوع على بالك اول عيد نبداو بالكبده اكيد وهذا يختلف حسب المنطقه احنا في ولايه بوليده نبداو بالكبده هذو المشاوي يعني في البدايه لانه الحلم يكون مازال ما نشفش الحلم فيتاجل سواء المساء ولا غدوه من ذاك لكن جينيرال مو نبداو بالكبده وباللي سالاد ايتو فوالا هذيك لا ماتيني يعني لا ماتيني العشيه بون انا الوالده تاعي من غرب الجزائر يعني اكثر شيء طبخ يميل للغرب فنديروا العصبان بليزيبيس تاوعوا كل شيء نحضروه بها الملفوف وين ملفوف يعني اهالي الغرب هما مشهورين ولكن احنا كيما نقولوا في دارنا احنا مزيج بين الوسط الاكل يعني تاع الوسط والاكل الغرب كوكتيل فهذا الشيء اللي احنا محظوظين فيه تحيه كذلك للوالده نقول لها صحه عيدك تحيه لك والدتك ناديه صحه عيدك طاطا انت محظوظه صحه وانت محظوظه صحه عيدك صحه وانت محظوظه طاطا اللي عندك ابنه كيما ناديه ربي يخليها لك صح لازم ذوقوني الملفوف لانه انا ما نعرفوش هو الملفوف يعني على ما اظن كبده فيها شحم هذاك انا على بالي ملفوف اخر راهو في ذهني ما الملفوف احنا جينيرالمون نعرفوه بهذاك ورق العنب ولا الورق تاع لا هيك المغاربه بزاف الملفوف تاع العيد الكبير هو الكبده ونديروا عليها شحم ونديروها في هذاك البروشيت داكو ولا نشويوها هذا هو الملفوف داكو روعه عنده مام رائحه وطعم يعني سبيسيال خاصه للعيد سبيسيال احنا نروحوا لزميلتي ليلى ليلى قولي لنا على تقاليدكم تقاليد الاكل او بالاحرى تقاليد الاكل بالنسبه لعيد الاضحى المبارك واش طيبوا وشنو هما يعني انت منين سمحي لي نفس السؤال اسكو تدخلي تعملي امك والله العظيم في قلت لك انا راني هنا بصح قلبي راه في الدواره في الزليف في هذوك الامور لانه ماشي على انه انا شاطره لكن عندها شغم واحد اخر لازم يقول لك تحط يدك باش تطرح البركه فيها ما ما تكونش تعرف يعلموك كيما احنا عندنا عادات انه نديرو في الفطور تاعنا نديرو الكبده مقليه نديرو انت من اي منطقه انا بليده بوغاران وجه لهم تحيه ونقول لهم صحه عيدكم كل سكان بوغاره اكيد اكيد والام تاعي من قسنطينه من الشرق الله يبارك الله يبارك نقول لهم صحه عيدك العائله الكريمه كذلك تحيه رجعتها لك
ولكن انا عندي مشكل انه الام تاعي ما تطبخش في البيت. عندي اختي كيمشى والله العظيم يعني هي اللي راهي مستكلفه بالطبخ. يعني اذا كان نقولها صح عيدك اختي ساره باسكو هي الا طيبت هي ناكلو ولا ما طيبتش ما ناكلوش. وعلاش صافي ولدها لانها هي يدها بنينه وتبتكر مبتكره ولا غير مبتكره بزاف. والام هي مريحه الام تاعنا خلاص كبرت 52 سنه خلاص صح عيدك ماما 52 سنه لا بالنسبه لينا كبرت وتعبت بزاف ولا غير بزاف لك شغل حنايا مريحينها احنا ثلاث بنات وزد عروسنا نوجه لهم تحيه نقول لهم صح عيدكم. انا عفوا المشاهدين انا معروفه عليا اني نتكلم بزاف سمحوا لي لا ما رانيش حابه ما راني حابه ننسى حتى واحد عيد وعيد يجي خطره في العام اكيد اكيد والله انا ما راني حابه ننسى حتى واحد وراني حابه نقول لهم صح عيدكم وراني قلبي راهو لتمات وراني حابه نخلط في هذيك العصبان ونخليط معاكم معليش نخلطو لهم تحت ونذبحوهم خلطي لتحت نوجه لكم نداء اكيد تحت عطيو فيه سمحوا لي زملائي نوجه نداء لاهلي لا خليوا لها شويه دوار هكذاك بريشها بكلش وخليوا لها البوزلوف هكذاك تخلي لاباغ ديالها تشوطو كي تجي العشيه ميته بالعيا تشوطو وتنقي دوارتها قالت لك انا حابه نخلط والله العظيم عنده شغم واحد اخر يعني ما والله العظيم ما تقوليش انت قلبك ماروش تمات مع العائله مع الاب تاعك مع الوالد لا لا باديتو راهو معاهم راهو مع عائلتي الكريمه نوجه لهم تحيه لعائلتي نقول لهم صح عيدكم ثاني من عندنا عائلتي الكريمه صح عيدكم صح عيد اخوتي صح عيد اعمامي وخالاتي نولوا لك ليلى عفوا قولي لنا تقاليدك يعني في الاكل ما قلت لك في الفطور عندنا الكبده نقلوها كما سائر الناس لانه يكونوا تعبانين من الذبح لهذيك والتنظيف كي عارفه نخلو نديرو هذيك لاسياس القيلوله تاعنا من بعد نديرو العصبان نوجدوها اللي يحب ياكلها ياكلها اللي ما يحبش ياكل نديرو بوزلوف في الكوشه تخبي مبرق عينو يقولوا نو فوالا مبرق عينو ما سمعتش بهذا الاسم اول مره مبرق عينو يديروا في الفور في الفور هكا يتقسم دي مورسو هكذا في الفور يجي رائع عنده حرب سبيسيال عنده اون صوص هكا سبيسيال فوالا كاين اللي يديروه في الفور كاين اللي يديروها في حنا وكان ما يديروهش في الفور ما نقدروش ناكلوه خلاص والفنا هذاك التقاليد لانها اختي قلت لك انها مبدعه ما تكرهكش في هذاك الزليف بيخليها المو يجي يقهم وانت ادرا الشاف تاعنا يا درا اليوم واش راح يدير لنا فطور راهو راني نسنى الابداع تاعو انا شمنا ريحه الطياب راهي فجاه يا درا مشاهدينا مع سهام سهل راهو طلع يحضر معنا في بلاطو شكون ذبح اليوم صبيحة عيد الاستاذ بكي استاذ بكي هو بالذبح بالمناسبه استاذ بكي ايضا كذلك يعاون فيه صحفيين تحت وسهام سهل راهي خلى لها المهمه الشاف اسلام تتولى تولي سهام سهل نوجه لك تحيه يا قولها صح عيدك وربي يكون في عون راهي خدامه هي كذلك صح عيدك وصح عيد كل الصحفيات اللي راهم معنا زميلاتي هم اخواتي الله يخليك شكرا يعني سميه عقيله وساره ميشونتيل وسميه بزديره صح عيدكم هبه جوادي هبه حفناوي صح عيدكم ايضا والتقنيين اللي قايمين على كل شيء تحيه كبيره لهم لانهم هم اللي تعبوا اكثر واكثر خالد زعطوط خالد عبيد زكريا اتي فارس العلاوي وحكيم عيشاوي المديره تاعنا ما نساوهاش كوثر كوثر صباح الخير كوثر صباح الخير حزينك انت انت حلوه انت عيدك كوثر ونقول لهم كاع صح عيدكم يا رب عائلتهم ايضا صح عيدكم للاستاذ بكي لكل عائلته يا رب تحيه ليه قلت لنا صافي عندكم دواره والبوزلوف والكبده الصباح غد من داك الشوا تاكلوا بزاف اللحم يعني ماشي نحب بزاف اللحم لا لا دوك نقول لك دوك شوفي اللحم تاع العيد يجي خفيف ويجي مهما تاكل هكا عنده غو سبيسيال غو سبيسيال فوالا شغل ميم كي تكثر منه ما تكرهش ما تكره والله ما تكره لا ما تكثروش باللحم على بالك بوغ لي جون اللي عندهم كوليسترول هذاك لا ليميت تاع الاكل سي تري امبورطون باش ننصحوهم ديجا فرصه باش ننصحوهم نولوا مرض عندهم الكوليسترول جدد جدد تاعنا لازم يدوا ديوها غير باقي معروف
وميك اب فوش سورتو هذاك اللي معمر الشحم اللي فيه شحم بزاف فحلوف يعني مليء بالكوليسترول اكيد هو يعني تلقاه الغنمي كيما احنا نهضروا بالدرجه تاعنا باش المشاهدين يفهموا يجي يحتوي على ديجا كميه تاع الشحم فوق لازم الو لازم الواحد يا كيما يقول لك شوي يقريه ينحي كاع الكوليسترول هذا وشي ما يكثرش منه في الاطباق كيما لي طاجين اللي صوتي هذا وكذا يعني دوك الغنمي يقول لك نديروا به طواجن نديروا به الشطاطح نديروا به طعام باب اللحم نديروا به طعام نهار الجمعه يعني غدوه ان شاء الله ثاني عيد دوزيام جور ثاني عيد كاين بزاف يديروا طعام باللحم كيما الناس دوك غدوه ان شاء الله يبداو يديروا الرشطه وكاع كيقول صح بزاف انا نوجه يعني نداء للجزائريين يعني وجهه نظري عفوا نقولوا باللي بشويه جوغ خبوا حبه فوالا اكيد ما نساوهاش الصدقه هي داخله في تقاليدنا يعني على غير انها موجوده في الدين تاعنا ولكن دخلت في التقاليد هذيك الصدقه تاع كل صباح تنحي هذيك لابار كي شحال نقولوا الثلث الثلث من المفروض فولات تلمو يعني من جدودنا يعني من زمان ولات داخله في التقاليد يعني ما يقدروش ياكلوا اللحم بلا ما ينحوا هذيك لابار تاع الفقراء تاع الزواج تاع العيد باش تجوز 100% يعني هذيك الهديه وهذيك الصدقه يكونوا ناس يسمعوا بزاف هذاك اللحم يكون بنين كي تتقسموا مع اكيد ويجي زاكي سبحان الله يكفي ان تاكلوا وتصدقوا ما شاء الله ربي يعني يطول في عمرنا ونكثروا من الحسنات ان شاء الله يا رب يتقبل اكيد ان شاء الله اضحيه مقبوله اكيد وجود كمان يتقبل الهديه هذه اللي قدموها كل عيد ان شاء الله ان شاء الله يا رب يعني احنا عندنا تقني هو ليس بتقني هو مخرجنا خالد زعطوط اكل اللحوم يموت على اللحم يعني درت بتي سكوب للمشاهدين يموت على اللحم قال لك انا خلوا لي هذاك الكبش قاعد ذبحوا استاذ بكي انا ناكله وحدي يعني عطينا غير شويه كبده يعطينا غير شويه خير تخلينا نحسوا بالبنه تاع العيد فقط لا ماش اناني يعني انا نخليك حبي اكله ال ديجا كي من طبعك ما تاكليش ما ناكلش انا الغنمي ما نقدرش هذه معلومه جديده نسمعها ما نقدرش انا ما نقدرش ناكل في ريستوران يعني تنحي مرص وبرك هو الكبده هذا ما كاينش كبده انا كبده ناكلو برا ناكلو غير تاع العيد نحبو تاع العيد نقولها الماما خلي لي هاك شويه فقط تنحي لي هذاك الشتا مونت شويه تولي هاك يابسه باش نقدر بصح راني موجد لك روشيت ذوقيها ذوقي دراعي على بالك واش نحب انا بعد على بالك نجي راك ذوقها غير هي حنا ما ندوقوش اكيد سمعي ناديه قلت له جيب لي من بعد كاع لي غوسات نكتبهم كاع باسكو ما عنديش خلاني نكسر الوقت اللي انا راح تتعلم الطبخ باسكو مادام حاضر معنا لازم بروفيتي ونكتبوا كاع فوالا فوالا يقولوا اسلام لازم انا نقعد معاك ونشد لي غوسات باسكو انا اعشق الطبخ اعشق الطبخ واعشق بيتوتية هي بطبعها هي معروفه بيتوتية صح بيتوتية يعني اذا كل شويه لي غاتو لاكم ريجي والله لا انا بالك هذه القعده يعني درنا شاف اسلام شبعت لي غاتو على ذكر لي غاتو تفضل اسلام كل شويه شكرا اذا مشاهدينا الكرام سمحوا لي فقط على ذكر لي غاتو الحلويات معظم الجزائريين في عيد الاضحى المبارك يقولوا لك ما نديروش الحلويات بيسك تالمو كاين الاضحيه وكاين هذاك لي بلا يديروا كميه قليله كميه ولا لي غاتو ساك كيما راهم عندنا دوكا دي غاتو ساك صح فوالا باش زعما يشربوا هذيك القهوه تاع الصباح فوالا باش ما يقدروش حنا رحنا تجولنا في شوارع العاصمه جولت زميلتنا هبه جوادي وجابت لنا اراء المواطنين ابروبو الحلويات اسكو يديروا الحلويات اسكو ما يديروش الحلويات نعود بعد هذا صبر الاراء صح عيدكم مره اخرى مشاهدينا الكرام صادبون كاين دي فوا وين ديرو وين ما نديروش دونك صادبون العيد بيان سور لي غاتو كوم تراديسيونيل بيان سور وي سي ا بو بري لا ميم شوز بون لي تي لو كافي ان بو دو غاتو تو لوموند سي سا فوالا نو شويه سافا مي حنا نيفيت بيان سور لي غاتو كدا يا شو مي سافا للضيافي تو كدا لي زانفيتي لازم يديروا دي غاتو سي بور لي زانفيتي انسي دو سويت بون ما يديروش دي غاتو بور اللي حنا للدار مالغري كو اوني دي مونجور دو غاتو مي ما يبارك فيك مي لا بلو بار دو طون سي بور لي زانفيتي عدنا مشاهدنا الكرام كما كنا نشوفوا زملائي يعني
معظم الجزائريين يديروا لي جاتو سك في عيد الاضحى المبارك باش يقال لك باش نقصوا كما تكلمنا كي باش ينقصوا باش يديروا اعتدال بين الاضحيه صح. بين اللحم الخروف ولا لحم الكبش والحلويات تكون هناك مساواه كذلك الناس ما عندهاش ماشي لاحقه يحبوا يديروا حاجه هكا بريزونطابل بنينه هكا يحطوها في طابله يعني متعودين وتقاليد تاعنا لازم حاجه هكذا يعني. لازم جاتو سك باش غير يكون الفال ياك انا لا عندي ليلة. اخت من اخواتي نورا نقولها نوجه لها تحيه نقولها صحه عيدك نورا هي اللي ملزومه بالديكور ولازم نديروا الحلوه لازم كذا ما تكونش الطابله فارغه اي اكيد داكوغ تقولنا نديروا البقلاوه نديروا هكا دي جاتو زعما مقروط ولا حاجه خفيفه نديروها في العيد الكبير نديروها في العيد الكبير لازم تقولنا ما نحبش نشوف الطابله تاع العيد فارغه معليش كاين حسب يعني كل عائله وكيفاش كانت تفضل هي طبع تاعها انه ما تحبش تشوف الطابله تاع العيد فارغه شغل والفتها بهذاك لو ريتم يا سيدي ديروها خطره هذه خطره لا دارتها ولا غير دارتها نقولها صحه عيدك مالغري هي ماشي هي اللي دارتها البقلاوه ديرها اختي ساره كما قلت لك هي اللي صحه عيدك ساره وكل عام وانت بخير اختي لا حبش حسب المنطقة احنا في البوليدة يعطيك الله يبارك ينوعوا يعني هي في بين الاولويات نقولها احنا مثلا في البوليدة هي نفسها هي نفسها تخيلي دير الحلوى هي نفسها لا صافي 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 انت راكي قاتي اكيد قاتي ما دير والو قاتي ما دير والو يعني لا اكيد انا شوفي ماشي على قاتي قلت لك لا انا ندير شويه حلويات خفاف ماشي اللي ماشي زعما بصح راكي تاكله راكي نقدر نقولوا يعني اكيد راني تاكله عليهم باسكو اليوم راني نخدم لا ما نعرفش ندير غريبيه الام تاعي هي اللي ديرها ما نعرفش ومام اختي ديرها مودرن مانيش عارفه بالك يوريها لكم الشيف ساره ولا نورا يعني نتوجه تحيه الى ساره ونقول لها جيبي لنا شويه من لي جاتو ديالك شكرت صباح وهي تدخل وهي تشكر فيك اختك ولا غير صباح مزروبه باش نجي باش نديروا الحلقه باش ما يفوتناش الحال اونترومون نجيب لكم نذوقكم باش ما تقولوش ناس بليده ماشي مكرمين ولا ان شاء الله يا رب وكل جزائريين كل الجزائريين ككل منطقه احنا في التراب الجزائري اكيد كل منطقه عندها الاكل تاعها وعندها الحلويات تاعها الخاصه بها مثلا لو كنروحوا الغرب الجزائري عندهم كيما انت يا الام ديالك من الوالده تاعي من الغرب الجزائري تحيه ليها مره اخرى يديروا هذاك الكعك هذاك الكعك الكلمساني ولا يعني وحنا في البوليده كاين نديروا تشارك العريان كيما هذا الغريبيه حاجه دي جاتو ساك يعني مش بالضروره نديروا دي جاتو واحد يشرب بهم قهوه طبعا على جال الضياف على جال فوالا اكيد حنا نولوا كيما قلتي للاهل والاقارب عفوا ليلى صله الرحم هي اهم شيء في هذه الحياه يعني ربي سبحانه وصى بها الرسول عليه الصلاه والسلام يعني وصى بها ايضا وحث عليها الله سبحانه وتعالى زميلتنا هبه جوادي دارت لنا فيتيغ وعلى صله الرحم نروح نشوفوا هذا الفيتيغ اللي قامت به هبه جوادي زميلتنا الصحفيه هبه جوادي ثم نعود اعزائي المشاهدين ونقول لكم صله الرحم هي اهم الاشياء في هذه الحياه طبعاً. يعني سختو الاعياد والمناسبات نشوفوا هذا الفيديو ثم نعود كاين اللي نعيطوا لهم وكاين اللي نروحوا لهم اون سي ديبلاس كاع الدار با بور سو لي كوزا ولا لي زامي ولا لي بروش سي جو مي ديبلاس اي كونت اي ساجي د ان بو لوان بار تيليفون بيان سور بون لي ديبلاسي لهم غير اللي قراب بيان سور ولا خويا نعيطوا لهم بار تيليفون سي نورمال تقدري تقولي يعني ماشي اس ام اس مي تيليفون انها بخومي جور دوزيام جور مي لي جور اللي يجوا من بعد نروحوا ليهم بيان سور لا نروحوا ليهم احنا علاش التليفون هذا هو اللي وخر قاعة العاده تاعنا تاع الاسلام ولينا الو الهضره بالتليفون صح عيده كذا منا هذيك اللي احنا تليفون انا ماذا بيا من نستنى ان شاء الله نتعلق كل صلة الرحم عمرها ما كانت بار ميساج ولا بار تليفون ولا صلة الرحم صلة الرحم اي فوس ديبلاسي الوالدين ولا الفاميليا ولا هادو هما هي شوفي نفهمك حاجة ان سيرتان مومون وين كانوا جدودنا كنا نتبعوا فيهم كون سي ديبلاس ماتنون نهار تخلق هاد لو بتي بورتابل هذا الى تو بوزي مالوروزمون alors que à un certain moment bon on est arrivé à une période où le bnadem
ولا ما يديبلاسيش ولا يستعمل التليفون. الوغ الرسول صلى الله عليه وسلم وربي سبحانه صلة الرحم سيرتو تروح تزور اختك تزور شي العيد الكبير، الوغ كونو زافون دي كوتوم حنايا كيما يقولوا هذاك الحم لازم تديه لها ولازم كذا وكذا، راحت هذيك العاده مالغري كو يا سيرتان جون مازال شويه فيهم النيه مازال يديبلاسي ولاد. عدنا مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا الفيديو، اعزائي الحضور لكم معايا اليوم، يعني صلة الرحم كما قلت هي اهم الاشياء نادية، اهم شيء عايشين يعني بها حتى عليها. يعني نقول لك حاجه نادية، لو كان ربي سبحانه ما عرفش بلي صلة الرحم مليحه ما يقولناش، يعني ناس زمان ما يوصيناش عليها، ناس زمان الاسلام يقول لك صلة الرحم طول في العمر. طبعا احنا الحمد لله احنا المجتمعات العربيه عندنا هذيك اللحمه تاع صلة الرحم باغابوغ يعني بلدان اخرى اجنبيه، خاصه في الاونه الاخيره ولا بالك توافقيني الراي، ولات صلة الرحم شويه مستهزئ بها مش كل القيمه تاعها بحكم البعد، بحكم البعد لا حسب يعني احنا كما قالت دوكا ليلى بحكم البعد. حبينا نسقسوك فقط ليلى، انت في الاعياد وفي المناسبات اسك تتنقلي، هل تتنقلي الى العائله، اسك تتنقلي الى الاهل والاقارب اليوم، ولا تعيط لهم في التليفون ولا تبعثي لهم اس ام اس كما شفنا وشافوا المشاهدين في فيتيغ هبه جوادي، قالوا لنا كل واحد كيفاش يقول لنا سوا يتنقل كو سوا يعيط بيسك بعاد عليه او ولايه. الوغ انت يا ليلى اسك تتنقلي ولا تعيطي؟ في وقت فات لما كنا صغار ما كانش عندنا ارتباطات العمل وكذا، كنا نتنقلوا ونحبوا يكون عندنا جو عائلي. كاحنا نحبوا نروحوا لجدتنا في قسنطينه نقول لهم صح عيدكم ناس قسنطينه كامل، مدينه الجسور المعلقه يجي فيها عيد بنغمه اخرى، شغل كانه تشوف هذيك السنيوات تاع بكري، شغل يحبوا يرجعوك الحنين تاع زمان. لكن دوكا بحكم العمل والارتباطات احنا عندنا يوم واحد ولا اثنين نقعدوا فيها مع العائله ما نقدروش نشدوها وندوا 450 كيلومتر شي بعيد، نكتفيو بالتليفون. كذلك عندنا حنايا الاب تاعنا متوفي الله يرحمه ويسعد عليه، كانه توفى العام اللي فات ماشي عنده 20 سنه ملي توفى، نقولوا رحمه الله عليك يا والدي ويكون متواكل الجنه ان شاء الله. ان شاء الله احنا نخصصوا اليوم الثاني للعيد نروحوا للمقبره نزوروا الاب تاعنا، رغم ان تخلفنا بزاف عليها السنوات بحكم الارتباطات. والله يعني يقول لك الاموات تستناك تستناك في الاعياد، سورتو كي تقولوا راهي في صدقه اكيد اكيد اكيد. بصح نقول لكم مشاهدينا ما تنساوش اني اموات تاعكم اني الاحياء تاعكم، ما ديروش هيك شغل باللي رانا بعاد معليش نكتفيو بالتليفون. للاسف التليفون قربنا المسافات هي الانترنت والسكايب قربوا لنا المسافات، ولكن ماشي كيما الزيارات بالتليفون، لازم واحد يروح يقصد مي الله غالب كيما انا يا بعيده ما سورتو اللي حنا جوستومون حبيت نقطه نضيفها لدار العجازه والمستشفيات ايضا الاعوام هذو الاخيره نسينا دار العجازه. ان شاء الله يا ربي قناه تحيه لابائنا من خلال هذه في يومنا الثاني ان شاء الله يا دار العجازه. ناديه تتنقلي او تعيطي في التليفون؟ انا شخصيا نفضل اني نتنقل لزياره الاهل، يعني بون للعائله الوالد في ولايه البوليده نتنقلوا لهم بحكم القرابه، وكذلك عائله الاخوال والجد والجده في ولايه تيارت نوجه لهم تحيه لهم. دي بلاس نتنقلوا ليهم، يا لو كان هذيك يروحوا صبيحه ونجوا عشيه، احنا مازلنا يعني في هذاك ديجا لو كان ما نروحوش جده تزعف وكي على باب واحد كبير في السن يجي شويه كل الامور بحساسيه يعني حساس دونك لازم نتلاقي، لو كان نشوفوهم دقيقه ونعاود نولوا يعني ولات لنا عاده كل عام هكذا لو كان ما نروحوش يكون هذاك هما ديجا نكمل معاك ديجا دوك نكمل معاك دوك اون سو دي بلاس دوك نروح عندي فواياج سفر لهم تحيه لهم بعد جايه لكم ناديه ما طولش عليكم. شف ديالنا اسلام هل يتنقل الى عائلته ام يعيط لهم صح في التليفون؟ انا عائلتي اول عيد تاع عيد الاضحى كما تشوفي هذه المره انا معكم، من العاده تاعي نجوز العيد تاع عيد الاضحى في الدار مع الام تاعي. ويجوا لكم ولا كاين اللي يجوا لينا؟ كاين بون معروفين حنايا في دوزيام جور دائما كما تفضلت الاخت ناديه قالت
دوزيام جور تاع العيد كاع نروحوا للدار الجديده متفاهمين الخالات الخالات الخوال نتلاقاو دائما راك كيما انايا انا وجيت نبغي تحبوزي لا كيسيون لا ميم كيسيون حبيت تبوزي لا ميم كيسيون حنا دوك نو عجبك بخومي جور يعني اليوم العشيه بحكم انا ابي هو الكبير في الدار هو الكبير في خوتو الوغ انا يا عمومي كل عيد يعني سواء عيد الفطر او عيد الاضحى يتنقلوا الاب ديالي يعني هو دوكا هو الكبير في داركم جدتي وجدتي احترام الكبير وجدتي وجدي توفى والله يرحمهم ويستر عليهم الوغ نتلاقاو كاع يتلاقاو في دارنا الوغ احنا ما نتنقلوش نهار الاول اما اليوم الثاني يا زميلاتي انا نتنقل لدار خالاتي مام دار خالاتي ونتلاقاو مع خوالي وخالاتي مقعدين عندها طعم اخر ليله من الصغر لازم نتنقل كل ما نتنقلش دوزيام جوغ لدار خالاتي نحس بحاجه ما لو لاحظتي اختي زهراء نحس ماشي عيد يعني ما قري الواحد يكبر في السن يكبر في اللاج بصح يبقى دائما يستنى ذاك النهار يستنى هذيك الفرحه عندها طبعا هذاك اليوم عنده الرهبه نتاعه وعنده صدقيني ناديه صدقيني كون ما نتنقلش يعني الدوزيام جور باسكو حنا كيجوا لينا عمومي لازم نشوفهم ايتو ويجوا لينا عماتي ونسعموا من وجه لهم تحيه وقولهم صحه عيدكم يعني كل ما نتنقلش دوزيام جور نحس روحي مانيش في عيد نقولها ماما لا ماشي من دار خوالي انت ما من طلبهم هما يحسوا يعني حاجه ناقصه فوالا زهراء على ما جيتيش خاص الواحد متعود على الزياره واحد يولف واحد دائما يحل عليه الباب اكيد شفتوا لازم نروح عند مامي وهذا هو الجانب سمحي لي وهذا هو الجانب الايجابي احنا عندنا في العائله الجزائريه يعني ما شاء الله ونعتز بكوننا جزائريين عندنا هذيك اللحمه عندنا ذاك الترابط عندنا ذيك العلاقه ما شاء الله ربي يخليك شباب المستقبل في مناطق اخرى احنا عندنا يعني الحمد لله ما شاء الله ربي اللهم ادمها نعمه ان شاء الله تحيه من خلالها الجزائريين وما غير يعني التكنولوجيا كاينه ولكن باقي الترابط باقي الترابط وان شاء الله نزيدوا نترابطوا ونزيدوا نقعدوا ان شاء الله مترابطين واخوه يا ربي اما انا زملائي راح نستضيف دركا ضيف عزيز علينا عمود من اعمده تلفزيون المقام لو كان ما يكونش ذكي في المقام انا ذكرت اسمه ما تكونش كاينه الامبيون تاعنا ما يكونش هذاك التقلق لا بريسيون ذكي ذكي كل واحد ينطق ذكي يعني تفضل زكريا اتي تفضل مشكور زكي 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 وصفنا لي انه زعف مني صباح وقال لي ما ذكرتينيش ذكرتي كامل العاملين لا زكي زكي ما يزعفش مرحبا بك زكي وصحة عيدك زكي طب بيك على كل حال قبل ما نرجع تحيه للزملاء الاعلاميين وتحيه للزملاء التقنيين الاولى بكم مقبلكم خالد زعطوط اللي راه في الاخراج الحصه اليوم تحيه لي تحيه لي نقولوا صحة عيدو وراء الكاميرات حكيم فارس علاوي وخالد عبيد وانتم زملائنا الاعلاميين شكرا شكرا زكريا يعني احنا يا لو كان ما يكونش زكريا ما نقدروش برنامج ما تكونش هذيك كيما تكونش لابريسيون تاع زكريا ما نقدروش نخدموا جماعي كل واحد يكمل العمل لخو الاخر احنا التقنيين العمل تاعنا في القناه رانا كامل عائله واحده طبعا كي ما خويا قرانا اخواننا في القناه نخدموا ان شاء الله باش نوصلوا كيما نقولوا احسن صوره للناس حد الادنى من النجاح هذاك المرجع نوصلوا لهم وحنا واجبنا باش نخدموا المشاهد تاعنا باش يشوف الصوره مليحه ويلحقوا الخبر في وقته وكل حاجه تكون ريال يعني ان شاء الله يا ربي ان شاء الله وانتم راكم واقفين عليها مع الزملاء التقنيين انا والله ما نحسوا بالعيد معكم كي يكونوا هكا العيد ندوزوا يعني احنا رانا يفهم يجوزنا الامبيونس ومازلنا حتى العشيه ان شاء الله ندوزوا ان شاء الله جو حلو ما كانش فرق بتاتا يعني لقيت عائلتي انا حقا أكيد. لقيت عائلتي الثانيه مع اخوتي مع اخواتي بيت الكواليس ان شاء الله كل واحد عنده صفته الخاصه وراء انا كنت حابه يعني نستضيف تقنيين تلفزيون المقام زكريا ولكن انشغالاتهم راهم واقفين وراء الكاميرات نوجه لكم تحيه والله صح فارس العلاوي قاعد تستدعيني هذه اللي شوكتني حكيم عيشاوي خالد عبيد وفي الاخراج مخرجنا العزيز على قلوبنا خالد زعطوط وكل يعني القائمين على تلفزيون المقام عبد القادر محمد مصطفى فريق تقني كبير فريق تقني اسمح لي فقط نكمل وعمر حلمي تحيه له ولعائلته الكريمه اذا شوف الكاميرا معليش شوف الكاميرا شوف الكاميرا راك انت تضل في الكاميرا تقني ما نعرفش زكريا مناشد عندك هو دائما
ليلى شوفي في الكاميرا شوفي زهرة شوفي نادية شوفي كل حاجة في ذا العيد اللي يزحفوا مني في القناة نقول لهم اسمحوا لي الله غالب ما نسمحش ما نسمحش الله غالب هذه مشالبة زكريا بن عيا زكريا ندخل عليه نخرج فيه باسكو هو دايما يعيط علينا بصح ولا غير قلبه مليح يعني ولا غير يعني هو نحبوه العياط هذا زعما دير هذه دير هذه ما عنديش حتى تا واحد يعيط يعني راهو عاقل مشاهدينا المظاهر خداعه من ناحيه الحيال هذيك نقولوا لهم بكم صغيره مازال الله يبارك لك انت انت البشوش ديالنا زاد البركه حد تفكر زاد البركه معليش معليش زكريا ربي ان شاء الله يحفظك يحفظك عائلتك ان شاء الله يا رب يعليه في المراتب كذلك ان شاء الله تحيه العائله الذكيه نقول لهم تهلاو فيه تهلاو فيه اصغر مخرج في الجزائر تحيه ليه نجحنا نجاحكم هو نجاحنا شكرا زكريا قبل اختتام البرنامج نخليك زكي كي راهو عندك الميكرو قدم تهانيك لعيد الاضحى المبارك يعني تفضل ما نقدرش نوجهها للناس معيني باسكو عندي ناس بزاف يعرفوني ماشي غير واحد بس لكل ما يعرف زكريا زعما تبعت لي قانين بلا ما ننسى الاسم تاعهم زعطو هذوك هذوك اخواننا هذوك زعطو على بالي مشاهدينا كنت حابه انهم يوجهونا كاميرا لكن للاسف ما كاش كيفاش باش تشوفوا والله غير راهم يتعبوا بزاف وكي نساو كاش واحد يزعف يقولنا هكذا شفاه المره الجايه بصح لكن نقول لهم راهم يتعبوا يعني تعبوا معنا اخواننا الاعزاء نخلو برك زكي في كامل تهانيه تفضل زكي ثاني تاني نوجه كامل الشعب الجزائري وكامل العائلات اللي تشاهد في عبر التلفزيون المقام وتوما ثاني نقول لكم صحه عليكم صحه عليكم شكرا انا باش نقدر نقول بسكو هذه كبيره بزاف معليش لكل من يعرف زكريا اتي المحبوب زكريا اتي نتفضل شاف اسلام تفضل قدمنا تحياتك انا حبيت نقدم تحياتي اول شيء للاب والام تاعي والاخت تاعي العائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة وإن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب كل عام يخلينا متواصلين مع الأهل تاعنا ويخلينا هكذا ناجحين وما ننساوش ما ننساوش ثاني إخواننا في سوريا وفي فلسطين وجميع إن شاء الله إن شاء الله يا رب يزيل كامل الغمامة هذه السوداء على الأمة العربية إن شاء الله إن شاء الله يا ربي نادية تحياتك تهانيك يا بون نوجه العائله تاعي الاسره تاعي الاخ ديالي وعبد الحق مهدي ونضال والوالده ديالي والوالد ايضا تحيه لكم تحيه الاسره ولايه البوليده وولايه تيارت ايضا تحيه لهم تحيه لكل الشعب الجزائري والامه الاسلاميه وكامل اللي يشاهدوا فينا عبر قناه المقام الواعده بحول الله ان شاء الله يا رب وفائكم لينا ومشاهدتكم لينا طبعا ان شاء الله يا رب ليلى البشوشه يعني مجنونة المقام مجنونة بشوشة المقام تحياتك وتهاني سيما كنقول لكم صحة عيدكم للمرة الألف كذلك لأنه احنا بدينا صباحنا كيف كيف على بالي اي على بالي سمحوا لي بصح الله غالب أنا هكا طبيعتي ما نقدرش نكون تكون صفتي أخرى هي تهضر بيننا والله غير نهدر بزاف يقولوا لي على بالي لا 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 ما تهضريش بزاف هذه هي هذا هو الإعلامي لازم طول طون يعبر عن شعوره انا نعبر بزياده سمحوا لي مشاهدينا لازم تولفوني وان شاء الله تتقبلوا الحصه اللي راح نقدمها ان شاء الله ونبغيك ثاني مع زميلتي زهراء ان شاء الله وحبيت نشكر العائله تاعي ونقول لهم صحه عيدكم خويا العزيز اللي راهو خدام مفتاح وليدو صهيب اللي عنده شهرين فرحنا به صحه عيدكم مرت خويا العزيزه اختي نورا خويا اختي ساره شوشو اختي ماما ميمتي ربي يحفظها لي ويخليها لي العائله كل والناس اللي قراب 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 عليا يعرفوا نفسهم ما نقدرش نذكر الاسم تاعهم لكن نقول لكم صحه عيدكم صحه عيدكم يا قراب وكبتوني وكبتوني وكل السرعه راه مشكل الصباح كي جات القناه ضيعت ورقه هذيك الورقه انا ما باش فيها بالك شنو فيها سوجي تاع الفيديو تهاني 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 نحفظ فيها لا لا ولا غير ما تخرجنيش في الغلط نقول لك حاجه مشاهدينا هما صح راهم قراب ليا يعرفوا اقرب الامور ليا نقول لهم صحة عيدكم وسمحوا لي اللي هبلتكم تانيت لا لا ما هبلتيناش ونوجهوا بتحية خاصة صحة عيد فلان 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 صحة عيدكم صحة عيدكم باش نزيد مشاهدينا نغتنم الفرصة ونقول لهم مسيو بكي يعطيك الصحة اللي جمعتنا لولاك انت ما راناش عائلة وحدة ما راناش العيد لهنا وكرانا كل واحد في دارهم بكي ربي يخليك ان شاء الله ان شاء الله يا رب اما انا زهرة راح نوجه تحياتي الى كل عائلتي
ونتوجه تحيه لكل عائلتي عفوا، الام ديالي العزيزه ربي يخليها لي ان شاء الله، الاب ديالي العزيز وهو ليس باب هو اخ وصديق يعني ابي ربي يخليك لي ان شاء الله يا رب، اخواتي خالاتي الحبيبات اللي نحبكم بزاف، مامي العزيزه، عماتي وعمومي وخوالي ربي يخليكم ان شاء الله، صديقتي اسماء سماتي وخوتها صاغه وماماها رشيده وسهام ولميا، عسالي عرعره من الجلفه، عسالي ايمان وعسالي صباح وعماد وفوديل ونور ونائل، نقدم لكم تحيتي انا زهره، نقول لكم صحه عيدكم مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله يا رب، يتعود علينا بالصحه ولهنا ان شاء الله يا رب، وتبقى الجزائر كلها بخير وعلى خير. امين يا رب. وتحيه لكل الواقفين على تلفزيون مقام، على المدير العام السيد أستاذ بكين نوجه له تحية مرة ثانية، وعلى كل القائمين أيضا نزيد نعودها على تلفزيون المقام، كل الصحفيين كل التقنيين نقول لكم صحة عيدكم، كل الجزائريين كل أمة إسلامية تعود علينا بالصحة ولهنا، تلقوا معايا أنا زهرة غدوة إن شاء الله في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تهلاو في رواحتكم وفي الناس اللي يحبكم، سلام وصحة عيدكم.